ازيكم يا ازيك؟ شباب، معاكم حلقة جديدة مع ياسين جيمر. النهاردة هنلعب لعبة بولدي ومعانا يوسف. اهلا 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 وبولدي دي قصتها ان صاحبنا عايزنا نروح نجيب له يعني 7 كتب عشان هو نسيهم في المدرسة، وبولدي هيكون واحد بيطاردنا. هو ايوه ده في الاول هيكون طيب، بس لما نحل مسألة غلط. ايوه شيرين، ايوه بس ياسين كبير في المال اكيد. خلصت على طول. ده انا لما لعبتها فشلت في الساينس اصلي المال، اما اللي جابت كتبتها صح. يا قلبي يلا انا رايح للكتاب التاني. الكتاب التاني دي اللي فيها العك. شو العك؟ الإجابة الأخيرة. شو العك؟ اسمه شو هيقولي؟ صداع. كفاية. يلا شباب، يلا شباب بينا، خلينا نكتب كده. يلا غلط غلط. هي هي شكله هيضربنا بالعصاية. لكن بعدين ياسين حدهم غلط عشان يليك أصلا. زي ما صوت أنا العصاية. لا هو قريب، أنا عارف المكان ده. هو قريب. أوكي. ده. مسكني. ايه ده؟ يلا محاولة الأخيرة. انت عارف ايه ده؟ هذا سكر. سكول هاوس؟ يعني مدرسة دي بيته؟ Now it's time for everybody's favorites. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Good one. انت عارف تحط ماينس والإجابة ومش تحط ماينس والإجابة. شوف في ساعات المفروض تحط ماينس وساعات لا. تعرف ازاي امتى هتحط ماينس؟ لما يكون الرقم الأول أصغر من الرقم الثاني كده حط ماينس. اتعلمت. يلا اهرب منه. مش انت محترف في لعب الرعب؟ ابقى اهرب منه. انا ما عرفتش اهرب من ايفل لان. يعني اعمل ايه؟ ايفل لان كانت ارعب لعبة لعبتها في حياتي. لا اقعد اجري وخش الاوضه وجمع كتب وخلاص سهل. ايفل لان؟ لا بولدي. بولدي ده نوتي، انا بكرهه وبكره المدرسة من يوم ما عرفته. كنت بحب المدرسة قبل ما اعرفه، لكن لما عرفته كرهتها خلاص. حيب بازر، بس هبقى شقي لما اروح المدرسة. فين عزيز سكولة؟ شش انا شرير. ولا تشربهاش يوم. انا خايف. استنى شو راي اسمع صوتك مين؟ بس انا صوت فل. يما يا بسرعة اعمل لك عكك. بطني بطني وجعاني شباب. اعمل عكك وخلاص. بطني وجعاني. بطني ياسين. ايوه ريح نفسك. طمن نفسك كمان. شوف قول انك هتبقى كويس. انا ابقى كويس مع بولد الشرير. مش معي في النوم. هو بيكتب. ايوه تمام. اوبا ده بعيد. دلوقتي يجيلي كده واجيله كده واهرب. اهرب اهرب. يام انت عارفين اني كنت فات. لا انا اسف مستر.
تجيش. انا خلاص احل الواجب. اخر فرصة يا سين، بعدين خلاص. لا احنا خلاص كده هنختم. فطبعا يا شباب نقف لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك، وحطوا اشتراك، هو الزرار اللي بالاحمر اللي تحت حولوه بقى باللون الرصاصي لو انتوا لسه جديدين معانا في القناة، وانشروه كمان مع اصحابكم، ويلا.